تخسف وسط مجسر لا يكلف إصلاحه سوى بضعة ساعات وقليل من الأموال، لكنه ترك بهذا الحال ليشكل خطرا مروريا، شهدت وان نيوز أحد حوادثه. تكرار مناشدات البصريين بخصوص مجسر تقاطع المستشفى العسكري وسط البصرة لم تلقى أذانا صاغية، لتستمر معاناة السائقين وتأخر المواطنين عن أشغالهم. والله الطسي يومية تأخرنا من ربع ساعة إلى نص ساعة بالازدحام من غير البريكات، ومكانها خطر بنزلة الجسر، يعني يصعد الجسر ما يشوف أكو قدامه واحد كاظ بريك، يجي يتفاجأ بالطسي والما يندل الطسي راح يكظ بريك قوي يسوي حادث مثل ما صار أكثر من حادث هنا، ويوميا أخرتنا من ربع ساعة إلى نص ساعة عن الدوام وشوفت عنك بالازدحام. مرتين سووها ورجعت خسفت مرتين، هسه بالروحة بسايد هذا مالنا طسة قوية، هسه ليش ما نصعد عليها؟ على السيارة كبيرة ما صعد عليها. اي طسة قوية، خافت على السيارة، خاف تسوي شيء شيات من هالباب. خسفة تصير دائما تصير جواها قاعد رخوة. ويعتبر مواطنون ان صيانة الشوارع والجسور لا تحتاج الى تخصيصات مالية، كون مديرية المرور تحمل اصحاب العجلات عند مراجعة دوائرها رسوما تخصص اموالها لهذا الغرض. المرور ما له غرض عليه، بس يقص وصل وراحت، لا له غرض بالشارع ولا لقاها بالسيارة، ضربت ما انضربت ما له شغل عليه، ياخذ فلوس ويمشي. المرور والبلدية يعني يصير تعامل بيناتهم ويفضونها، يعني عن حرامات يعني، وخاص منها جاي صيف السيارات تعطل تحمى وهيجي، فحرامات يعني، خاصة جزء التربية كان هذاك لحد الآن بيطسه دائما يصير حوادث لحد الآن يعني، وهذا الجسر نفس الشيء. ولا تخلو شوارع البصرة من مطبات وحفريات رغم خضوع أغلبها إلى إعادة التأهيل، الأمر الذي تسبب بارتفاع معدل الحوادث المرورية. عثب العبادي، وان نيوز، البصرة.